مساء الخير. اليوم بسوي أكلة شامية اسمها حراق أصبعه. مكوناتها عندي هنا عدس راح أسلقه نص سلقة، وعندي بصل، في ناس تحط بصل في ناس لا. عندي هنا عجينة ممكن نستبدلها إذا مكرونة، بس هي العجينة هي الأصلية. عندي هنا كمون، فلفل أسود، دبس رمان، تمر هندي، زيت زيتون. هذه المكونات، بعدين الزينة اللي على الوجه بعدين أقول لكم عليها، بس هذه مكونات حراق أصبع. أول ما نبدأ نسلق العدس، بعدين أكشن عليه بالبصل وأضيف المكونات هذه. أول خطوة أحمص البصل، أخلي لين يذبل. أخلي يذبل بعدين أضيف عليه العدس. الحين هنا البصل بدأ يتغير لونه، بس ما يصير غامق بالشكل هذا. أضيف العدس بعد ما صفيته من الموية. بعدين أضيف له موية يستوي زيادة، يعني أنا خليته نص سلقة لكن أخليه يستوي. خلاص أتركه تقريبا ربع ساعة يستوي، بعدين أضيف المكونات الثانية. نجي للعجينة، نفردها فرد خفيف بالشكل هذا. بعدين نقطعها مربعات صغيرة بالشكل هذا، يعني تكون كذا، وسقطها فوق العدس. الحين عندي هنا العدس استوى، اخذ العجينة وسقطها كذا، هي راح تتفكك لوحدها بالشكل هذا. قلت لكم ممكن تستبدلين العجينة بمكرونة. استنى عليها كذا 10 دقائق بعدين نكمل الباقي. الحين نضيف شوية كمون، فلفل أسود، وملح. ما تحتاج إلا كمون، فلفل أسود، وملح، ما تحتاج بهارات ثانية. يلا الحين نضيف، عندي هنا نص كوب دبس رمان، ونص كوب تمر هندي. تمر هندي هذا جاهز، ممكن انتي تنقعينه في البيت وتسوينه. الحين هي اللي تزبطها، التمر الهندي ودبس الرمان هو اللي يخليها حراق أصبعه مرة لذيذ، يعطيه حموضة، يعطيه طعم حلو. نتركها برضو 10 دقائق، بعدين نحط عليها كزبرة وثوم. عندي هنا طشة ثوم، هنا ثوم وزيت زيتون، والثوم اختياري على رغبة الشخص، يكثر يقلل. نحط معها شوية كزبرة خضراء. الحين أضيفها هنا. تعطي طعم مرة لذيذ.
اللي عنده أي تعليق على طراق أصبعه، طبعا هذه اجتهاد مني، إذا ما طلعت مضبوطة أعتذر من إخواتنا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حراق أصبعه، أزينه بالبقدونس أزينه بالرمان بالخبز ممكن البصل، هذا اختياري. هذا حراق أصبعه جاهز مع ألف عافية. كل ما جلس طلع أثقل، الحين عشان نحار يبين خفيف، بس كل ما جلس تقول أكثر. ممكن نضيف عليه برضو زيادة دبس رمان على الوجه، يطلع مرة لذيذ. نضيف دبس رمان برضو هنا، ممكن مع ألف عافية.